الحقيقة تابعنا وشفنا إقبال كبير جدا على الحدائق والمتنزهات في محافظات مصر المختلفة في عيد الأضحى. يمكن الحدائق هي الفسحة اللي الناس دايما اتعودت عليها في الأعياد والمناسبات المختلفة. تعالوا مع حضراتكم نتعرف على تفاصيل أكتر عن نسبة إقبال المواطنين على حدائق الحيوانات على مستوى الجمهورية. إيه هي التسهيلات اللي قدمتها الحدائق للزائرين؟ معانا على التليفون دكتور محمد جلال، مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك. صباح الخيرات على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على الشعب المصري وكل سنة وانتم طيبين. عايزين نعرف من حضرتك كده إزاي حدائق الحيوان المختلفة على مستوى الجمهورية استعدت لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك؟ إيه هي الإجراءات والتسهيلات اللي قدمت للمواطنين؟ في الحقيقه يا فندم، وزاره الزراعه الهيئه العامه للخدمات البيطريه بتولي اهتمام كبير جدا طول السنه لحدائق الحيوان التابعه ليها، وبنبقى متشوقين للفتره بتاعه الاجازات والعطلات الدينيه والمناسبات الدينيه اللي يعني بتستقبل جموع غفيره من الزوار اللي بينشدوا قضاء يوم في الهواء الطلق وسط الخضرة ويتمتعوا بمشاهدة الحيوانات والطيور والأسماك والزواحف المختلفة. علشان كده فندم احنا دايما بنستعد في الفترة ديت ان احنا بنكثف الشغل بتاعنا قبل فترة الأعياد والمواسم، وفي نفس الوقت برضو بنسعى جاهدين ان احنا نعمل عمليات تدوير مستمرة. وده طبعا دي فلسفه احنا اتبعناها من 2024. تدوير للمجموعات الحيوانيه اللي عندنا، بمعنى الحيوانات اللي بتبقى موجوده بوفره في حديقه بناخد منها نوديها في حديقة تانية. جميل. عشان يبقى في فرصه لكل المواطنين في المحافظات المختلفه ان هم يشوفوا او يطلعوا على المجموعات الحيوانيه الجديده دي. تمام، ودي برضو بتبقى فرصة من الناحية الفنية ان احنا نغير الدم ونغير النسل ونقوي النسل وكده. طب انا عايز اعرف من حضرتك، هل في ارقام او احصائيات عن عدد الزوار اللي زاروا حدائق الحيوانات في مختلف المحافظات؟ يعني امبارح كان معانا مديرة حديقة الحيوان باسكندرية واتكلمت، وهي تعتبر دلوقتي الحديقة الاولى يعني على مستوى الجمهورية، طبعا حديقة الحيوان بالجيزة فيها تطوير، قالت لنا ارقام كبيرة جدا ما شاء الله، يعني في اليوم الثاني عدى 15000 او حوالي 15000 زائر. تمام يا فندم. هو طبعا اسكندريه بصفتها الحديقه الام حاليا، فطبعا الاعداد بتاعت الزوار بتبقى كبيره شويه نسبيا. لكن طبعا احنا كنا متوقعين اعداد اكبر من كده، بس طبعا عشان موجه الحر صحيح، فالجمهور في اسكندريه حتى اتجه للشواطئ اكتر من الحدائق. قال بقى الشواطئ كده الدنيا بيبقى الجو احلى شويه بعيد عن موجه الحر. الجو هدي، لا والجو هدي كمان اليومين دول عن الاول، عن الثلاث اربع ايام اللي فاتوا. طب عايز اسال حضرتك دكتور جلال، فرصه حضرتك معانا على الهوا، التطوير بقى لكفاءه حدائق الحيوان على مستوى الجمهوريه باضافه يعني مجموعات حيوانيه جديده، اقامه فعاليات ممكن تكون جاذبه للمواطنين، يعني كلمنا ازاي بتشتغلوا على تطوير هذه الحدائق؟ في الحقيقه يا فندم طبعا كلام حضرتك مظبوط، احنا بنسعى جاهدين برضو ان احنا نجتذب الفعاليات اللي هي زي ما حضرتك بتقول المعارض اليوم الواحد، النشاطات الجامعات المختلفة. بس يمكن الكلام ده في حديقة الاسماك في الزمالك بيبقى بصورة ملحوظة اكتر، الناس بتفضل تعمل فعاليات اليوم الواحد في حديقة الاسماك في الزمالك. جميل. واحنا بنعمل لحضرتك معرض شهري بالاشتراك مع احد الشركات المتخصصة في الموضوع ده، والمعرض دايما بيلاقي نجاح، واحنا بنستمتع ان احنا بنخدم جمهور منطقه الزمالك وحولها وما حولها. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا فندم، طبعا احنا يمكن في الفتره اللي جايه باذن الله تعالى بندرس مشاركه الناشطين والرياضيين اللي بيمارسوا رياضه الكياك، لأن عندنا مرسى صغير على النيل. جميل. فإن شاء الله بإذن الله ده نشاط هادف، نشاط رياضي. إحنا بنسعى برضو إن هو يبقى ربحي. بس ربحي هامش ربح الربح بتاعه لا يعادل الهامش الرياضي بتاعه.
جميل. وفي نفس الوقت يا فندم برضو احنا عندنا حديقة العريش ان شاء الله جميل. الفترة اللي جاية من 24 هنحاول ان احنا نجهزها جميل ونزودها بالمجموعات الحيوانية المختلفة، وخصوصا كمان ان طبعا الدولة المصرية وقيادتها تساعد جاهدة ان استقرار الناحية الأمنية في شمال سيناء. دي نقطة مهمة جدا، وزي ما حضرتك قلت طبعا جميع الحدائق الخاصة بالحيوانات والطيور والأسماك بقت يعني حدائق جاذبة جدا لفعاليات مهمة، وده شيء جميل جدا. احنا عندنا حدائق يعني نادرة جدا على مستوى العالم وتاريخية، وبيتم الاهتمام والصيانة والحرص والعناية بها بشكل كبير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد جلال، مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك.